اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وما زلنا مع حضراتكم في اجازه العيد، والنهارده مع بعض ما زالت اللحمه تتوافد علينا. معانا لحمه مفرومه النهارده ومعانا كبد، واحنا قاعدين مع بعض كده لقيت السوشيال ميديا بيكلمونا وفريق العمل الجميل شيف بوغاز، الناس زعلانه مننا وعايزين نشوف مع بعض اكله صحيه في ايام العيد، واحنا في نهايه طبعا ايام العيد فلازم ان احنا نعمل شويه اكلات صحيه. فهنعمل النهارده الكبده الضاني مع التورلي، حاجه جديده يعني تشكيله من الخضار، هتاخد كبده ضاني وتاخد شويه بهارات حلوين خاليه من الزيوت خاليه من الدهون وتدخلها الفرن، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. الرواق مطلوب مننا طري ولا ناشف، هما الاثنين زي بعض والطريقه واحد، ولكن الرواق الطري سهل شويه. معانا النهارده رواق باللحمه الضاني المفرومه، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، ياخد الفليفر والطعم بتاع الجبنه الرومي والتركيه بتاعه الشيف المغازي. معانا كمان بمناسبه الحر والصيف، وانا متاكد ان ما زلنا نتوافد وجبران الخاطر ونعيد على بعضينا، معانا النهارده ايس كريم المانجا. بالايه يا عم الشيف؟ بالايس كريم المانجا. هنعمله النهارده مع حضراتكم او سموزي المانجا بالايس كريم. معلش يا استاذ رحاب، سموزي المانجا بالايس كريم هنشوف نعمله مع بعض ازاي، ويفضل الايس كريم هنا يكون ايس كريم فانيليا. في اطفال معانا على السفره واحنا ما زلنا في الاجازه، فانا هعمل لحضراتكم النهارده نوع بطاطس سلطه جميل جدا، مش هتتقلي في الزيت، البطاطس دي هتتسلق وهتتعمل على طريقه الشيف المغازي، طبق سلطه هيعجبكم ان شاء الله. انا مش عايز اطول حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل افكار بسيطه سهله وما زالت لحمه العيد تتوافد علينا عشان نعملها بافكار بسيطه وسهله. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا مع بعض. دايما بتسال سؤال صعب جدا، هتبدا بيا يا شيف، فانا عايزك برضه في المطبخ، بس انت غيري، عندك ضيوف بالتاكيد بتجهزي غدا، ومقضين اجازه العيد بقى مع اللحمه مع الضيوف مع جبران الخاطر مع الضيافه، وعملنا لحضراتكم حاجه لطيفه طبعا قبل العيد، عملنا شويه حلويات اللي هي عملنا جوز الهند مع بعض، وعملنا كيكه حلوه بالشوكولاته، وعملنا حاجات حلوه نقدر ان احنا نضايف بيها الضيوف جنب اللحم او الاطفال اللي بييجوا مع الاسره، فدي حاجه حلوه كمان موجوده عندنا في البيت. تعالوا مع بعض نبدا باول حاجه الرقاق، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. الرقاق باللحمة الضاني، معانا لحم ضاني مفروم، معانا رقاق طري، معانا البهارات بتاعتنا بصل وتوم ملح وفلفل، الجبنة الرومي والبيض والحليب. تعالوا مع بعض نشوفه بطريقة سهلة وبسيطة نجاوب على أسئلة السوشيال ميديا واحنا قاعدين بنقضي أجازة العيد. طاس على النار شديدة الحرارة، نستخدم المادة الدهنية بتاعتنا شوية زيت اهو، اللهم صل على النبي. ونمسك اللحمة المفرومة دي ندلعها، والمقادير على الشاشة والصورة الحلوة مع الرواق المصري المشهورين بيه المصريين على الشاشة. رواق طري، لحمة ضاني مفرومة، عايز اشوف اللحمة كده تملى عينيا، ايه الحلاوة دي؟ ومعانا بصل ومعانا توم والبهارات بتاعتنا، ما ننساش الجبنة الرومي المبشورة المعتقة من عند البقال اللي في الحتة، وشوية طبعا حليب مع بيضة. تعالوا نبدأ نشتغل مع بعض، نحط اللحمة كده على النار تستوي، اللهم صل على النبي. معانا اللحمة المفرومة بتاعتنا الجميلة، يلا يا حلوة، لسه عندنا لحمة في التلاجة. والله الباب يخبط، ماما بتسلم عليكم بتقول لكم لحمة العيد، باب يخبط، بابا بيسلم عليكم بيقول لكم لحمة العيد، دي حاجة حلوة. الضاني دايما ده شوية فيه الدهون ايه قليلة، ولكن خلينا نتكلم برضو ان احنا مش بنهادي لحمة العيد مفرومة، دي بقى طبعا هبر كيلو 2 كيلو نص كيلو مفيش مشكله اللي بيجي الحمد لله، لكن عشان تفرميها طبعا بتشيل العظم منها وتفرميها في المفرمه او في الكبه، وانا بنصح كل بيت وكل اسره ايه المشكله لما تجيب مفرمه عندنا صغيره كده لفرم اللحمه، تبقى حاجه حلوه وفي نفس الوقت كمان نضمن ان المفرمه بتاعتنا نظيفه، ونفرم الكبيبه نفرم اللحمه المفرومه زي ما احنا عايزين. نعصر يا نعم. حلو. السؤال جانا على السوشيال ميديا بيقول لك يا شيف بوغازة عندنا دهون تقيله من الخروف والحاجات دي نستخدمها ازاي؟ تتخزن. طاجن باميه باللحمه الضاني مش هيقول لا. دقيه بطاطس حلوه بالبسله مش هتقول لا. تتخزن دي وتتقطع كده على قد الاستخدام تبقى لطيفه وحلوه. البهارات بتاعتنا ايه يا عم الشيف؟ اهي. يلا كل الاسئله اللي على السوشيال ميديا هاتيها لي يا استاذ الرحاب. أنا جايز أحط إيدي على السؤال أجاوب على طول. البهارات بتاعتنا الحلوة
زي الفل، ملح وفلفل. اللهم صل على النبي. واحنا في العيد طبعا النهارده عاملين سموز المانجا، مانجا في السوق مغرقه السوق سبحان الله. موعدين احنا العيد الكبير بسم الله ما شاء الله، المانجا كتير، فانا بصراحه مقضيها مانجا. هتقولي كلت لحمه كتير يا شيف؟ لا، انا مقضيها مانجا وبطيخ فاكهه بصراحه، يعني كلت اللحمه دي مرتين، مره كنت معزوم ومره في البيت، وخلص العيد على كده الحمد لله. تاني السؤال يا استاذ رحاب معلش. حلو قوي. احنا كنا عملنا لحضراتكم حلقه سلطات من فتره، وقلنا في سلطات تشيل في الثلاجه تتحفظ في الثلاجه يعني، وفي سلطات تتاكل في الوقت نفسه. من ضمن السلطات اللي تشيل في الثلاجه سلطه البنجر، سلطه البطاطس، سلطه التونه، سلطه الفاصوليا، سلطه الذره، الحاجات دي كلها دي افضل طبعا. انا هعمل النهارده نوع سلطه، سلطه البطاطس. ايه اللي بتحطه ده يا شيف؟ شويه مرقه بقى، ما انا عايز شويه شوربه حلوين كده. الضاني بتبقى الشوربه بتاعته لها شخصيتها، المفروم ده كده بالمرقه بتاعته. تمام. اللحم اتعصب زي الفل، اسيبه على النار كده واجيب صينيه. سؤال برضو جانا على السوشيال ميديا، قال لك ان احنا نعرف ان احنا ممكن بدل اللحمه الجملي نستخدم الكفته الضاني في الرز. تبقى زي الفل. انا بنعملها في البيت بدل اللحم الجملي، مش متوفر ولا هو ممكن في ناس بتقول لك انا مش باكل اللحمه الجملي، الناس الكبار يعني اللي هم عارفين قيمه اللحمه الجملي، الاطفال دلوقتي والاعمار الحديثه ديت مش لهم اقبال على اللحم الجملي، خلي بالكم. فاللحم الجملي حلو وكل حاجه، بس لو هو مش متواجد فاحنا ممكن نستخدم بداله اللحم الضاني. وانا شخصيا بحب الكفته الرز باللحم الضاني، وانا عملت لحضراتكم قبل كده كفته الجمبري بالرز كانت مكسره الدنيا على السوشيال ميديا. هناخد الصينيه الحلوه دي كده مع بعض، وتعالوا نشوفوا مع بعض ازاي هنعمل صينيه الرقاق باللحمه المفرومه. حد هيقول لي دلوقتي شيف مغازي انا مش عايزه لحمه، شبعت لحمه طول الاسبوع، عايز اعملها بالدجاج، ينفع؟ ممكن بدل اللحمه المفرومه يا ست الكل، يا ست الحبايب، تعمليها بالايه؟ تعمليها بدجاج مفروم. عندي الصينيه دي كده زي الفل، اللهم صل على النبي. طبعا الصينيه سخنه خلي بالكم، بحط حته سمنه فيها كده في الارضيه بالشكل ده كده اهو. لازم يعني اسخن الصينيه يا شيف وانا بعمل الرقاق؟ والله بصوا بقى، ده تكنيك انت ممكن تعمليه يبقى لطيف وحلو. شفت حته السمنه ساحت ازاي؟ اهي جوده حلوه وبحبه انا. وناخد الرقاق بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي. سؤال جالنا على السوشيال ميديا، عندي لحمه كتير من الخروف اعمل ايه؟ وزعي على الغلابه، الناس الطيبه، خبطي على الجار، وايه المشكله يعني؟ لا انا نصحت لحمه العيد ما تتخزنش اكتر من اسبوع والباقي نوزعه على الغلابه، بس في كتير الحمد لله يا شيف ينفع تتشال في التلاجه واستخدمها وكل حاجه. تمام. ادي الرقاق، ناخد اللحمه المفرومه زي ما هي كده اهو. شفت بقى التركيه اللي جايه دي؟ بقى التركيه اللي جايه دي بقى هي ايه؟ الشيف المغازي ركز بقى معايا في الموضوع ده كده. شفت اللحمه المفرومه يعني. في شويه سائل، شويه صوص حلوين قوي، جامدين قوي. نقوم نعمل ايه بقى؟ هنوسع كده، شفت بقى كده، ومعانا الدقيق، اللهم صل على النبي. التركيه دي مطلوبه. ليه يا عم الشيف بقى دي؟ هتعمل ايه دي بقى؟ دي بقى هتديك قوام الحشوه بتاعت اللحمه، يقوم الرقاق بتاعك ماسك نفسه وزي الفل. تقلبه دي كده. الله 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 الله، هو ده، خلص الكلام. بقى معاك ايه؟ مزيج من اللحم المفروم. هو ده. واسيبهم على النار تكتكه كده. لسه ما خلصتش. وعندي جبنه رومي. الله، دي طريقتي. انت ممكن تعملي طريقه غير كده. جبنه رومي على الرقاق. جربي جربي الجو اللي انا بعمله ده كده. ونقلب كده. في حاله لما تحط جبنه رومي ارفعي ايدك من الملح، ما تحطيش ملح كتير. يلا يلا، صباح الفل يا شباب، كل سنه وانتم طيبين. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الصوره الحلوه
مع اللحمة الضاني تتحدث عن نفسها. في قلب الصينية. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ هو ده. الله، شفت معلقة الدقيق اللي انا حطيتها ديت؟ خلت اللحمة في قلب الصينية لها شخصيتها ازاي؟ مش مصيصة؟ حلو قوي. لغاية كده نكمل مع بعض. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ انا دايما كده بضيف ايه؟ تاتش. وانت برضو مارد انك انت تعملي الجو ده. ايه اللي انت بتحطه ده يا شيف؟ قول لنا بالله عليك، بالله عليك، انت تيجي مره واحده كده راجع ورا وجايب حاجه غريبه في ايدك. قول لنا ده، ده نعناع اخضر. نعناع اخضر، جرب الجو ده. بلاش الروزماري. في قلب الصينيه. حلو قوي، حاجه جديده. لازم يبقى ليك التاتش بتاعك. هناخد رقاق من دي كده، وانا مش بحب الاطراف بتاعه الرقاق، بتبقى تخينه شويه. ايه المشكله لما تخلص منها؟ اهو بالشكل ده كده، اشيلها كده واحطها كده. الله الله. واخد واحده كمان كده اهيت، اشيل الاطراف بتاعتها دي كده. نفس الطريقه الرقاق الناشف. لا طبعا الرقاق الناشف بيحتاج شوربه بقى. عندك شوربه كوارع، عندك شوربه لحمه موجوده، مفيش مشكله. اكيد عندك شوربه في الثلاجه باقيه، كنت عامله ملوخيه امبارح، او كنت سالقه لحمه وعامله فته. ده الطبيعي، مفيش ثلاجه دلوقتي تخلو من الشوربه. اهو ناخد ده كده وده كده وده كده. اهو لسه ما خلصتش يا عم الشيف. حلو قوي، زي الفل. وناخد واحده اخيره تكون مدوره حلوه كده عشان يبقى شكلها حلو. هو ده الكلام، زي ما هي كده يا عم الشيف. هنجيب بوله حلوه مع بعض. اللهم صل على النبي. خلص الرواق، خد وقت ما خدش وقت. ادي البوله، بنحط في البوله دي بيضه. عينيا. حلو. سؤال السوشيال ميديا ولا الاستاذه رحاب؟ ها طيب. الرواق ينفع يتعمل على عين البطيخ؟ ينفع، بس مش هيبقى حلو بصراحه. يعني هو الرواق يخش الفرن هيبقى لطيف وحلو. هنحط على البيضه دي شويه حليب. الله، هو ده الشغل بقى. ونقلب البيضه بالحليب. طبيعي لما نقلب البيضه بالحليب، لما بنكون بنعمل بيض مع حليب بنحط ايه؟ فانيليا. احنا نحط هنا ملح وفلفل. الفلفل الاسود دايما بيشيل زفاره البيض. حلو قوي، ملح وفلفل. ومعانا جبنه رومي. الله، جبنه الرومي على البيضه والحليب، ونقلبهم مع بعض. يلا، اللهم صل على النبي. كل الخليط ده يا شيف هينزل على الرواق دلوقتي على طريقتي. ونوزعه على الرواق. يلا، اللهم صل على النبي. التوزيعه دي اهي. وندخلها الفرن في درجه حراره 180 يا عم الشيف. دخل دي في الفرن في درجه حراره. عيني. حاضر. شوف ده بعد. ايوه، سؤال جانا من الكنترول ده مش من السوشيال ميديا. نقطع ده يا شيف مغاز قبلها؟ ده دي مش بسبوسه ولا عجينه بقلاوه. انا عايز اللحمه كده تتحافظ على شخصيتها. اوزع كده وتنزل من الاطراف اهو بالشكل ده كده. اهو التوزيعه دي مطلوبه، خلي بالك التركايه دي مهمه جدا. التاتش ده مطلوب اهو، ما يبقاش في حليب على الوش، ينزل كده اهو في الاطراف كده اهو، واخرم خرم كده عادي. التقطيعه دي بعد ما تطلع من الفرن باذن الله. اهو درجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف، ب1000 انا وشيف اللي ياكل منها. يلا صل على الحبيب، قلبك يطيب. الفرن اخباره ايه؟ زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا مع بعض يا شباب. يلا. صينيه رقاق باللحمه الضاني بخفه دم مصريه بتتكلم مصري، اتعملت في اقل من 10 دقائق بطريقه بسيطه وسهله. ولكن الرقاق الناشف يفضل طبعا وجود شوربه لحمه عندك او شوربه فته موجوده. نبص ايه اللي في الفرن مع بعض. بص على الفرن وبص على الحلاوه، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. صينيه رقاق باللحمه الضاني. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ تعال نقطعه مع بعض. السكينه فين؟ تسالوني نقطع الرقاق قبل ما يطلع من الفرن ولا بعد ما يطلع من الفرن؟ اللهم صل على النبي.
ريحه الجبنه الرومي مع شويه الحليب مع البيضه مع اللحم الضاني حاجه لطيفه. الف انا وشيف. تمام، نعمل حاجه لطيفه كده، عود بقدونس حلو كده، الجرنش بتاعنا، والطبق بتاعي هنا بيتكلم مصر. مطبخنا النهارده على شاشه القناه الاولى، على شاشه القناه الاولى. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل عام وانتم بخير، وكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا في انحاء العالم كالعاده على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في المناسبات كلها بالسايبينكم. في العيد اكتفي طبعا بكل انواع اللحوم اللي عملناها، سواء اللحوم الشرقيه او الشعبيه والاكلات الشرقيه والشعبيه العالميه، بس مبقاش حاجه من راس الخروف لغايه العكاوي عملناها. عملنا النهارده طاجن تورلي بالكبده الضاني صحي عشان اللي عايز اكل صحي في ايام العيد. عملنا كمان صينيه رقاق، بالامانه هي ما فيهاش دهون كتير، هي لحمه ضاني فيها دسمه شويه مع الرقاق بتاعنا اللطيف، غاليه من الشوربه يعني. وعملنا سلطه بطاطس للاطفال الحلوين فيها الطعم والفليفر المصري بخفه دم مصريه. عملنا سموزي المانجا بالايس كريم لطيف وجميل، ومعانا كمان مانجا طازه اللي عايز ياكل مانجا، وكل البيت مانجا. رؤيا فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.